لمسنا افتكرونا عجزنا واحنا الشعر الابيض اللي بيميزنا. يا مساء الفل. مين ده؟ ده مين بولوموندو يا فندم؟ انا سفيه بولوموندو. هو انت زي سكسي كده وانت بتقول التعليمي؟ بحبك يا بولوموندو. تحب النسوان انت صح؟ ايوه. ايه ده؟ انا مت ودخلت الجنه. لا عايش ودخلت النار. يلا بقى عشان فاضل 5 ساعات قطير. فلوس حرام. ما انت عايز تنزلني في اسرع وقت عشان تفضل النسوان بتوعك. ما تنسيش دعاء الركوب. ها؟ سبحان الله الذي سخر لنا هذا. تيجي نعمل حفله عزوبيه على الضيق. بلبل. هلا بلموندو. احتفال حافل نسافر. افتح البوابه يا صديقي. هوا. مخدرات في كومباوند دي من افضل انواع المكيفات في كولومبيا. الله. كاننا كلها لحمه ايه؟ ولا كاننا في السلخانه. انتوا بقى اللي طالبين خمري. الحساب يا ابني. الحساب في الاخر. 3 2 1 هوا. هو ده بلوموندو. فانتاستيك. بلوموندو. البلوموندو. انا جامد وانا تقيل. انا لمسنا افتكرونا عجزنا واحنا الشعر الابيض اللي بيميزنا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده فيلم بلموندو. ينتظر الفنان حسن الرداد عرض فيلم بلموندو يوم 15 نوفمبر الجاري في جميع سينمات المملكه العربيه السعوديه وعدد كبير من شاشات الوطن العربي. بتدور احداث الفيلم في اطار اجتماعي كوميدي لايت حول بلموندو، الشخصيه اللي بيجسدها الفنان الكبير حسن الرداد، وهو شاب وسيم بيشتغل في مجال العقارات وبيتجوز من فتاه من طبقه اجتماعيه راقيه، وبعد مرور فتره عام ونص على زواجهم بيسعى لتغيير حياته وبيخش في صراع مع زوجته وبتحصل مفاجات وبتتطور احداث الفيلم. وفي حديث صحفي للكاتب والسيناريست حازم وفي اتكلم عن تفاصيل خاصة بفيلم بلموندو وقال ان السيناريو الفيلم انتهى من كتابته من عدة شهور مع شقيقه محمد وفي، وتحمس الفنان حسن الرداد للفكرة والمشروع بشكل عام، خاصة ان الاحداث بتدور في اطار من كوميديا الموقف، واوضح ان التيمة الاساسية للفيلم بتدور حوالين العلاقات الزوجية وتطورها بعد مرور عام ونص على الزواج، وانه بيناقش ده في شكل واطار كوميدي لايت. فيلم بلموندو من بطولة حسن الرداد وإنجي وجدان وهاجر أحمد ومحمود حافظ وسما إبراهيم ومصطفى أبو سريع. الفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي ومن إخراج المخرج ياسر سامي، وهيتم عرضه يوم 15 نوفمبر الجاري في جميع سينمات المملكة العربية السعودية والوطن العربي بالكامل. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود قناة ترند. أشوفكم في الفيديو القادم.